تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على منطقة الأمن السياسي في مدينة الرقة بعد معارك عنيفة مع أفراد داعش، وأسفرت الاشتباكات عن قتل 9 أفراد من داعش وتدمير عربة مفخخة والاستيلاء على كمية من الذخيرة والأسلحة، مع استمرار الاشتباكات في محيط حديقة البستان ضمن حي هشام بن عبد الملك. توقع قائد عمليات نينوى أن تحقق القوات الأمنية انتصارا سهلا في المعركة القادمة لاستعادة قضاء تل العفر وتحريره من احتلال داعش. وقال لواء نجم الجبوري إن كل ما تبقى هو تلقي الأوامر من رئيس الوزراء حيدر العبادي لتنفيذ الهجوم. وتعد تل العفر ثاني معقل لداعش في محافظة نينوى، وتشير التقديرات إلى وجود نحو 2000 إرهابي فيما يعانون الإجهاد وانخفاض الروح المعنوية بعد تحرير مدينة الموصل بالكامل. أعلنت الشرطة الأفغانية أن ما لا يقل عن 7 مسلحين من تنظيم داعش قتلوا في هجوم بطائرة من دون طيار في إقليم كونار شرقي البلاد. وصرح رئيس شرطة الإقليم أن طائرة من دون طيار تابعة لحلف الشمال الأطلسي استهدفت مخبأ لداعش في منطقة تالونا جبلية في منطقة واتابور في إقليم كونار. أعلنت السلطات الصومالية أن الجيش وقوات أجنبية حليفة قتلوا قائدا كبيرا في جماعة الشباب الإرهابية، مشيرة إلى أنه ضالع في سلسلة تفجيرات. وذكرت وزارة الإعلام أن عملية دهم للجيش قرب بلدة تورو تورو جنوب البلاد أسفرت عن قتل رجل عرفته باسم علي محمد حسين، ولم تكشف الوزارة عن جنسية القوات الأجنبية. أعلن الجيش المصري أن قوات الجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية نجحت في استهداف أحد الأوكار التابعة للخلايا الإرهابية في وسط سيناء، وأن العملية أسفرت عن قتل إرهابي وتدمير عربة ودراجتين ناريتين، كما تم القبض على شخصين آخرين أحدهما بحوزته مبالغ مالية كانت في طريقها لدعم الخلايا الإرهابية. ذكرت مؤسسة بحثية أن مقطعا مصورا يوثق أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية أظهر على ما يبدو تحطم الصاروخ قبل الهبوط، بما يشير إلى أن بيونغ يانغ لم تتقن بعد تكنولوجيا إعادة دخول الصواريخ إلى الغلاف الجوي. وقال خبراء في مجال الصواريخ إن الفشل البادي في عودة دخول الصاروخ إلى الغلاف الجوي في التجربة قد يعني أن كوريا الشمالية ستحتاج لإجراء عدد من الاختبارات الإضافية لصاروخها البالستي العابر للقارات. نهاية الموجز، في أمان الله.